الشخص ولد في العشاء وتوفي في المغرب، كيفاش ولد في العشاء وتوفي في المغرب؟ وكانيدي ولد في العشاء وتوفي في المغرب. والله ما نكذب عليك، وكانيدي خمم شويه. زاد في العشاء نورمالمون المغرب قبل العشاء. قبل العشاء وزاد في العشاء وتوفي في المغرب. توفي في المغرب. في المغرب. ما عندي تأكيد. وتو يعني توفي في المغرب. على بالي. ما عرفتهاش. كيفاش ولد في العشاء ومات في المغرب؟ ولد في العشاء ومات في المغرب. صح، ولد في العشاء ومات في المغرب، هذه شويه سؤال صعب هذا. سؤال كاستيون بياج. خمم شويه. ولد في العشاء ولد في العشاء ومات في المغرب. ومات في المغرب كيفاش؟ كيفاش هذا سؤال شويه واعر، ما لازم له تخمام هذايا. السؤال هذا شويه صعب. حنا راه حابينك تخمم. بون، لازم له تخمام. في العشاء ومات في المغرب. مات في المغرب. ولد في العشاء ومات في المغرب. المغرب بلاد. لا، ولد في العشاء ومات في بلاد المغرب. مات في المغرب. اوكي، مات في المغرب. يعطيك الصحه على الاجابه تاعك، يعطيك الصحه اللي جيتي معنا. ميرسي. ان شاء الله يدخل علينا رمضان بصحه وهنا علينا وعلى الامه الاسلاميه ان شاء الله، وبون كوراج. امين، يعطيك الصحه. كيفاش صرات؟ غدوة من داك من المغرب. لا لا، زيدي خمينا. غداش باسكو العشاء خلاص كاين العشاء، ومن بعد المغرب هو قبل العشاء. صح، زيدي خمي. مات في المغرب. في قولي انا الحجة. المغرب. في دورة المغرب. يعطيك الصحة، إجابة صحيحة. يعطيك الصحة الحجة، وصحة رمضانك. الله يسلمك وأنت ثاني بصحة عليك. الله يسلمك. واش تقول لنا؟ واش تقول لها؟ قول لهم صحة رمضانكم. قولوا بصحة رمضانكم.